اسير موقف وقول له حدك لان انا متوقع اني انا اقدر اسويه واخشي اطلع كلمه الهاء قدام خلقه بعد تسوين عمركم ان انتم حريين وانتم يعني بحريته. شوف كم ربع الحدق فيه لون الورد صدد علبة زيت بترومين. شوف بينهم خط كهرباء لون أخضر. هو علمني ولا بيعلق على الطاقة لك. فهمت؟ علبة زيت بينهم خط كهرباء. إذا على الغاز قطعنا المصدر من إلى عرفتوا يا من يملك الغاز يا حمو. أبس شوف لون وردي مع الكيسة فقط. هو ما يعرف الحساب، لو يعرف الحساب يفهم. ما أدري كيف مرونها من تحت الطاولة. انفستقيت is there a source for that thing or cut it for the doomsday times look for worse reason look for sober shell. لو قطعنا المصدر فألغينا السبب ولا لا؟ يلون الأخضر على المصدر الكهربائي. هل هو غاز حمو؟ إلك الصوبر الذهبي ها؟ صدق when we cut this source you cannot take them and we will miss the reason إلك ها. حد يقول ما حد صدد. انا اقدر اسوي واخشي اطلع كلمه الهاء قدام خلقه بعد تسوين عمركم ان انتم حريين وانتم شو الطيارة؟
شوف حاس 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 تمت مطاردته وحاس وتمت مطاردته لوحتي شو صدام ذهبي الخداج نحطه عند الدرام حاس البيت المن شوف اللوحة لوحة اللكسز المن نعم يا شيخ خروف كريم ولا كريمة كريمة مرحبا مرحبا مساك مدركين ومن شمال ما بالمعلومات صحيح؟ لأني أقول لي أنا ما كريم تقدر تقول والله أنا حاليا ما عندي المعلومات الكافية في هذا الموضوع أنا إن شاء الله ببحث خلاص بابت معلومة من درجة لولا أنه كان واثق من نفسه وقدراته حتى وصل إلى ما وصل إليه